حياكم الله مشاهدي ومتابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، واهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. اليوم حلقتنا خاصة حول أهم إنجازات الدفاع المدني اليوم وما لها وما عليها، وهل فعلا هناك تقصير من قبل مديرياتها في بغداد وبقية المحافظات. راح نتعرف على تفاصيل أكثر من خلال ضيفي اللي موجود وياي اليوم من داخل الاستوديو واللي راح يشاركني الحديث. أرحب بالمقدم حسام حمدان إعلام الدفاع المدني، حياك الله سيادة المقدم. اهلا وسهلا بكم ولكل مشاهديكم ومتابعيكم الكرام ولبرنامجكم القيم ان شاء الله. نعم. استاذ حسام، بدايه اليوم نريد نعرف اهم عمل الدفاع المدني اليوم وما لها. شكرا لهذا السؤال. باعتبار انه الدفاع المدني اليوم هو جهد الدوله، باعتبار الدفاع المدني يختلف على مدير الدفاع المدني. الدفاع المدني حسب قانون الدفاع المدني 44/2013 تعريف هذا الكلمتين، هاتان الكلمتين، وهو الدفاع المدني هو جهد الدولة بجميع الوزارات والدوائر الحكومية والدوائر غير مرتبطة بالوزارة واللجان الشعبية، هو تأمين الإجراءات السلامة والدفاع المدني هذه المؤسسات وتقليل نسبة الخسائر إلى أدنى حد ممكن وإدامة العمل والإنتاج في ظروف السن والحرب والكوارث الطبيعية. ومديرية الدفاع المدني هي جزء من هذا المسمى، تختلف عن هذه التسمية باعتبار الدفاع مديرية الدفاع المدني تقوم بإجراءات توفير إجراءات السلامة والدفاع المدني وتأمين المناطق السكنية والأسواق التجارية والمحال وكل المشاريع، وتقليل كذلك نسبة الخسائر لهذه المؤسسات وهذه المجمعات السكنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والأرواح البشرية. نعم. أستاذ حسام، اليوم أهم المشاكل اللي تعانوها. مشاكل كثيرة صراحة وعديدة جدا لفرق الدفاع المدني. أو أبسط شيء أنه أنا هسه من أتيت إلى البرنامج هنالك ازدحام مروري، يعني قبل ما أتي إلى البرنامج توجد ازدحامات مرورية اللي هي إحدى المعوقات لعجلات الدفاع المدني ولفرق الدفاع المدني. حينما تصل إلى موقع الحادث يكون هنالك تأخير مو من قبل فرق الدفاع وإنما من المعوقات اللي صادف هذه العجلة. اليوم اكو اصابع اتهام لكم كموظفين وايضا عاملين في مديريه الدفاع المدني انه ما توصون بالوقت، يعني المفروض انه توصون به لحل المشكله اليوم الموجوده، اليوم شنو السبب؟ او احنا بالعكس هنالك يعني توقيتات زمنيه قياسيه عالميه معتمده من قبل مديريه الدفاع المدني ومن قبل قسم العمليات في مديريه الدفاع المدني وسيطره الدفاع المدني. حينما يكون هناك استلام نداء من قبل المواطن او اثناء الحادث يكون الاتصال هو يكون هو متاخر بالاتصال على رقم الدفاع المدني وهو 115 او يروح يتصل برقم النجده 104، فيكون هنالك تاخير من قبل المواطن نفسه. لو كان المواطن او اي شخص ما يكون الاتصال سريع على ال 115 على جميع الشبكات وتوجد سيطره في مديريه الدفاع المدني. هناك 10 خطوط ان يتم استقبال النداءات او الاتصالات ويتم توجيه فرقنا بمنتشره يعني مراكزنا المنتشره في بغداد وكذلك في المحافظات واعطاء اقرب نقطه داله والعنوان الصحيح حتى تصل فرق الدفاع المدني بالوقت القياسي. الوقت القياسي هو من ثلاث دقائق الى خمس دقائق، هاي اذا ما كانت هناك معوقات، ولكن اذا توجد هنالك معوقات هناك ازدحامات مروريه وكذلك توجد بعض المعوقات اللي هي من شأنها التوقفات او قطع الشوارع او بعض المناطق تكون حتى توجد معوقات حتى بشبكه العنكبوتيه والاستاك الشائكه وكثير من الامور اللي تواجه فرق الدفاع المدني، هذه كلها معوقات تعرقل وصول عجله الدفاع المدني الى موقع الحادث بالسرعه الممكنه. نعم. لذا احنا من خلال هذا المنبر، من خلال هذه القناه، استجابه المواطن، توعية المواطن على رقم الدفاع المدني وكيفية الاتصال السريع، يعني أبسط حادث أنه يتصل على فرق يعني على سيطرة الدفاع المدني بالسرعة الممكنة على الرقم 115 حتى تصل فرق الدفاع المدني بالسرعة الممكنة. أكو تذمر من قبل بعض المواطنين يقولون يعني ماكو استجابة يعني فورية أو مثلا ما يردون مرات على الرقم. لا لا، هنا أكو مسألة أخرى وهي أنه المواطن من يتصل مرة أو مرتين توجد هنالك
ضغط على الخطوط الخاصة بسيطرة الدفاع المدني. شبكة مرات أكو يتوقف رقم ال 115 المجاني، نعم. إحدى الشبكات مثلا زين أو آسيا أو كورك يتوقف. المشكلة مو يم الدفاع المدني، وإنما المشكلة يم الاتصالات اللي هي شبكة الاتصالات اللي خاصة بالاتصال لرقم سيطرة الدفاع المدني. فالمواطن يقول أنه لا يتم رد، وإنما هو الخطأ وين؟ الخطأ الفني بالاتصال بالشبكة نفسها، يتوقف رقم الدفاع المدني. وحتى إذا توقف رقم الدفاع المدني 115 يكون هنالك أرقام مخصصيها مدير الدفاع المدني إلى المواطن، ويتم حتى إعلام الجهات الإعلامية والقنوات الفضائية بهذا هذه الأرقام الطوارئ اللي خاصة إذا كان هناك أي حادث حريق بالإمكان الاتصال على هذه الأرقام، ويتم الإجابة وسرعة الإجابة وتوجه فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث. نعم أستاذ حسام، اليوم سبب انتشار الحرائق وتحديدا بأي فصل يعني تنتشر وتزداد؟ سؤال مهم جدا، شكرا لحضرتك. باعتبار الدفاع المدني هنالك احصائيات النصف الاول من هذا العام، مدير الدفاع المدني ضمن الدراسات وضمن الاحصائيات اللي كانت اعلنتها في النصف الاول من هذا العام 13,000 حادث حريق و600 يعني حادث حريق موجود ضمن بغداد والمحافظات. نعم. هذه الحوادث الى نهايه حزيران، لكن هسه تموز هو 3700 حادث حريق لحد هذه اللحظه. احنا اللي انا امامك انه مديريه الدفاع المدني في موسم الصيف في الفترات بين شهر يعني ايار حزيران تموز اب، هذه الفتره هذه الاشهر تزداد نسبه الحوادث اكثر يعني من 90% او 100% باعتبار ان ارتفاع درجات الحراره هي من المسببات الرئيسيه في ارتفاع الحوادث، يعني اللي هي تكون هي احدى المسببات الحرائق اللي تحصل باعتبار انه مدير الدفاع المدني نظريه الاشتعال من ثلاثه اضلع، من ضمن الاضلع احد هذه الاضلع هو درجه الحراره والاكسجين والماده اللي هي الماده اللي مرات بارتفاع درجه هي تكون سريعة بالاشتعال. باعتبار أنه الدفاع المدني اليوم أكثر نسبة الحرائق عندنا هي نسبة التماس الكهربائي، واللي هي أعلى نسبة اللي مديرية الدفاع سجلت هذه النسبة 48% من معظم الحوادث مسببات الحوادث التي تحصل في بغداد والمحافظات. نعم، اليوم أكو حرائق تصير بالدوائر الحكومية والرسمية، عرفتوا شنو الأسباب اليوم؟ بحثتوا عن الأسباب والتحقيقات؟ الأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة صراحة، باعتبار هنالك في مديرية الدفاع المدني لجان متخصصة بإجراءات الكشف والفحص على المشاريع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع المختلط. هذه اللجان في الدوائر الحكومية أكو تشكيلات فرق حماية ذاتية في هذه المؤسسات أو الوزارات، هذه الفرق غير مفعله بالدرجه الفعليه اللي من امكان انه الدفاع المدني هو جهده للمؤسسات الحكوميه، مثلا مصنع في وزاره الصناعه او في مصفى تابع الى وزاره النفط. مدير الدفاع المدني اذا كان حادث حريق يحصل لا تتدخل مدير الدفاع، مو واجبها، وانما واجب فرق الحمايه الذاتيه. هذه الفرق هي متخصصه ضمن وزارات، وزاره النفط، وزاره الصناعه، وزاره الكهرباء، توجد فرق الحمايه الذاتيه لهذه الوزارات، هي يكون تدخلها السريع الاول. اذا لم تسيطر على الحوادث يكون تدخل استدعائنا من قبل هذه الفرق وتدخلنا ويتم اخماد الحوادث اللي حصل. هذه الفرق في هذه الوزارات، في وزارات الأخرى يعني التربية أو باقي المواد المائية كلها غير مفعلة، وخفر الدفاع المدني غير مفعل في هذه الوزارات. هذه معوقات إحنا أن سجلتها مدير الدفاع المدني ضمن التقرير السنوي اللي راح يصدر في الشهر الثامن أو التاسع، ويتم تعميمه على جميع الوزارات بتوقيع معالي وزير الداخلية المحترم، وتحديد حددنا المخالفات ضمن هذه اللجان اللي هي أجرت الكشف،
ومن خلال الوزير باعتبار الوزير هو الرئيس الأعلى للدفاع المدني. نعم. أو مدير الدائرة يكون هو المسؤول على إجراءات السلامة في دائرة المؤسسات الحكومية. إذا ما يكون يلاحظ هذه الملاحظات أو المخالفات اللي سجلتها هذه اللجان يكون محاسب أمام القضاء، أمام اللجان القانونية، لأنه ما إذا صار حادث حريق وانهارت هذه البناية أو مخالفات من أي يعني تكون من أي ناحية؟ ما أعرف يعني يعني المخالفات تكون من أي ناحية؟ شو المفروض يتوفر؟ المخالفات إجراءات السلامة، نعم. هنالك منظومات إطفاء، المطافئ الحريق، التوصيلات الكهربائية، منظومات الحرائق، المتحسسات الحرائق، المصاعد، أبواب الطوارئ، سلالم الطوارئ، هذه كلها هنالك هذه كلها ضمن استمارة معتمدة من قبل الدفاع المدني. يتم تسجيل هذه المخالفات ضمن نقاط حددتها مدير الدفاع المدني، معتمدة هذه الاستمارة من قبل المقر العام في معاونة شؤون الإطفاء والسلامة، من خلالها يتم تحديد المخالفات لإجراءات السلامة والدفاع المدني، وكذلك حتى تدريب فرق الحماية الذاتية في هذه المؤسسات وخفر الدفاع المدني. إذا لا يوجد فيكون صاحب المشروع أو صاحب هذه الدائرة هو ملزم بالإجراءات القانونية ويحال إلى المحاكم المختصة. زين، بالنسبة لي يعني الأدوات اليوم اللي يحتاجوها بها الدوائر من يزودهم بها؟ يعني أنتم كمديرية أو اليوم يشتروها من يعني من قبل يعني الأماكن المخصصة لبيعها؟ سؤال مهم جدا، شكرا لحضرتك. الدفاع المدني عليه توجيهات أو ضوابط يعطيها المن للمؤسسات الحكومية والدوائر الحكومية. نحن استشارة ضمن قانون الدفاع المدني، ضمن المواد القانونية يتم استشارة مديرية الدفاع المدني مثلا بشراء عجلة الدفاع المدني إلى وزارة النفط أو وزارة الصناعة، يتم إعلامنا بأنه هذه المواصفات هل هي ضمن المواصفات اللي بالإمكان أنه نشتري عجلة الدفاع المدني أو نشتري معدات خاصة بالدفاع المدني ضمن وزارتنا، وزارة النفط أو وزارة الصناعة أو بعض الوزارات الأخرى أو الدوائر الحكومية الأخرى غير مرتبطة بالوزارة، يتم استشارتنا ويتم إعطاء الرأي الفني لها. نحن مو يعني ما مسؤولين على تجهيز هذه المواد باعتبار كل وزارة لها تخصصاتها المالية، وهناك باب في الموازنة مدير الدفاع المدني ضمن التقرير السنوي رفعته أنه طلبت أن يكون هنالك باب للصرف للدفاع المدني وتطلبات الدفاع المدني ضمن موازنات كل وزارة. نعم. وحتى المحافظات الأخرى يعني حتى السادة المحافظين واللي الدوائر التابعة لهم يتم تجهيزهم بمثلا عجلة الدفاع المدني أو بعض المواد الأطفاء ومتطلبات الدفاع المدني. نعم، أكو بعض الدوائر اليوم والمولات وبعض المؤسسات دا تنبني بس ما يرجعون لكم ويستشاروكم بصورة رسمية، شنو الإجراءات يعني اللي تصير بعدها؟ هذا السؤال تم يعني توجيهه ان احنا قبل 2007 او قبل 2013 بالاحرى الاصح، قبل 2013 قبل ما يتم اقرار قانون الدفاع المدني المرقم 44 سنه 2013، قبل هذه الفتره كانت امانه بغداد هي المسؤوله على اعطاء الموافقات الرسميه بالتصاميم وانشاء المشاريع. تعرفين أنه بعد 2003 وبعد التغيير اللي حصل للبلد في النظام كان هنالك بناء عشوائي، مجمعات، مولات، كثير من المشاريع اللي هي مخالفة لإجراءات السلامة والدفاع المدني وغير لا توجد بها إجراءات سلامة بالمستوى المطلوب. بعد 2013 ضمن قانون الدفاع المدني تم أخذ موافقة الدفاع المدني بالإنشاء المشاريع الحكومية والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، يتم رفع هنالك الخرائط والتصاميم ويتم أخذ رأي الدفاع المدني في هذه التصاميم وهذه الخرائط ويتم موافقة لإنشاء المشروع، ويكون هنالك رأي ملزم لهذه أصحاب هذه المشاريع وهذه المؤسسات كل التوجيهات والملاحظات اللي تطلبها مديرية الدفاع المدني ضمن الدائرة الهندسية التابعة لمديرية الدفاع المدني. نعم، اليوم أيضا أكو بنايات حديثة ما بها شروط السلامة، يعني ما يرجعون مثلا للمرور ولا أيضا يرجعوا لكم كدفاع مدني، وأيضا يوم ينقصها مخارج الطوارئ اليوم الخاصة في حال لا سمح الله أنه حدث حريق.
بعد مثلا ما يصير بها حريق اكو تحقيقات تصير على الموضوع؟ مش طبيعي هذا الشيء، احنا من واجباتنا هذا ضمن الكشوفات اللي تجريها مديريه الدفاع المدني في بغداد والمحافظات اللي متوزعه لجاننا على اكثر من 226 مركز. هذه المراكز توجد فيها لجان، يتم هناك كشف اولي وكشف متابعه، ويتم متابعه هذه المشاريع قطاع الحكومه والقطاع الخاص. لكن هذه اللجان من سجل المخالفات في القطاع الحكومي يكون بطيء جدا، رغم انه توجيهاتنا، رغم الاجراءات اللي صارت هسه توجيهات دوله رئيس الوزراء وكذلك الساده الوزراء بالاهتمام بمساله الدفاع المدني ومتطلبات الدفاع المدني وتوفير كل الوسائل اللي من اجلها توفير السلامه والامان لكل الكوادر البشريه اللي لكل وزاراتهم. الحوادث اللي حصلت يعني في الفتره الاخيره كان اهتمام للدفاع المدني. احنا المصيبه من تصير المصيبه احنا نعرف شلون نعالج هذا الموقف، لكن احنا اكو هناك اجراءات استباقيه، احنا نبهنا كل المؤسسات الحكوميه والدوائر الحكوميه وكذلك حتى القطاع الخاص، القطاع الخاص هنالك بمخالفات يتم احالتها الى جلسه الفصل في مديريه الدفاع المدني ضمن ما يعني هناك مخالفات يتم احالتهم حسب قانون الدفاع المدني ضمن مادتين 20 و21، يتم تغريم صاحب المشروع او السوق التجاري من مبلغ 250 الى مليون، لكن هذا المبلغ يعتبره صاحب المشروع قليل باعتبار انه هو يمتلك مثلا مخازن تجاريه او مول مثل ما تفضلتي، ما يعير اهميه لهذه الغرامه. لذا طالبت مديريه الدفاع المدني ضمن الدائره القانونيه للمديريه، رفعناها الى مجلس الى مجلس الوزراء بان يكون الغرامه من 250 الى 10 ملايين، وكذلك حتى اغلق المشروع الا حتى يتم اقرار يعني رفع كل المخالفات وتطبيق كل شروط السلامه والدفاع المدني اللي تطلبها هذه اللجان. يعني في حال انه ما توفر شروط السلامه اكو غرامات ماليه تفرض على صاحب المشروع. احسنتي، لكن هذا شنو؟ احنا كانت هناك غرامات قليله. يعني اكو استهزام من قبل صاحب البنايه او المشروع. اكو التزام. بس مو كل المشاريع، لانه هذا المبلغ يقول هذا مبلغ قليل، مليون دينار انا مثلا بضاعه عندي في مخزن ملايين الدنانير، فانا ادفع المليون وانا ما اسوي اجراءات السلامه. لذا مدير الدفاع طالبت مقترح عبر الدائره القانونيه يكون غرامه من 250 الى 10 ملايين، او غلق المشروع نهائيا، ما يتم فتحه الا ان يعني من خلال الساده المحافظين الا يتم تطبيق كل الشروط الا يتم فتح هذا المشروع على المول او المخزن او السوق التجاري. زين، يعني اليوم اكو ثقافه تنقص المواطن بخصوص هذا الموضوع بتوفير شروط السلامه؟ اكو عندنا ثقافه، احنا هناك عندنا يعني وسائل ايضاحيه، هناك صفحه خاصه بالدفاع المدني، هناك برامج عندنا توعويه وارشاديه للمواطنين. اليوم احنا المنبر، منبر قناتكم الموقره هو هم يعتبر توعوي وارشادي لكل المواطنين حول تطبيق اجراءات السلامه والدفاع المدني بالصوره الصحيحه من اجل احنا الحفاظ على الارواح البشريه والممتلكات العامه والخاصه، هذا الشيء مهم جدا. احنا نحتاج، بدانا من رياض الاطفال. يعني بدايه المراحل الدراسيه كانت هناك حمله لمدير الدفاع المدني سلامه طلبتنا ضمان للمستقبل، بدينا من رياض الاطفال الى الابتدائيه المتوسطه الاعداديه الى الجامعات، قمنا باعطاء المحاضرات والندوات واجراء الممارسات الميدانيه على كل هذه الشرائح، وثقفنا على توعيتهم لاجراءات السلامه والدفاع المدني. بالصوره الصحيحه وتطبيقها ضمن الاجراءات اللي مديريه الدفاع المدني معتمدها. استاذ حسام، عندنا فيديو نروح نشوفه من بعدها نريد التعليق من حضرتك. مشاهدينا، عندنا فيديو نروح نشوفه من بعدها نرجع. الكثير من الحرائق، يعني البيت اليوم اللي من يحترق شنو السبب؟ يعني ما ناشدتوا، ما طالبتوا بتوفير يوم مستشفيات ومثلا مركز خاص للدفاع المدني؟ والله العام الماضي تحديدا شهر السادس كانت تظاهره حاشده كبيره جدا، خرج بها ابناء الجزر الاربعه معبرين على عن يعني غضبهم لعدم الاهتمام والاكتراث لاهالي قضاء شط العرب. وقدمنا المطالب اللي ذكرتها، لكن للاسف الشديد احنا صار لنا سنه
حتى تجينا سيارة أطفاء، مجرد مو مركز للدفاع المدني، ما طالبين ينبني مركز للدفاع المدني في باعتبار يحتاج إلى موازنة ويحتاج إلى تخصيصات. طلبنا أنه سيارة أسعاف تكون مرابطة في هذه المناطق الشاسعة تحسبا لأي طارئ، كتابنا وكتابكم وعدم الموافقة لغاية يعني اليوم الآن. إذا لا سمح الله صار يعني حادث حريق بالمنطقة، شنو يعني شنو إجراءات للصير؟ من اللي يعني الإجراءات اليوم لأي حريق في مناطق الجزر الأربعة وقضاء شط العرب، إحنا نستخدم يعني الأمور الكلاسيكية القديمة اللي كانوا في السابق يمكن حتى قبل الهجرة يستخدموها، هي استخدام الرمل بما يسمى يعرف محليا بالسطل والماء، أو هسه عندنا يعني تناكر، هاي تناكر اللي توزع ماء الحلو على المنازل، نستخدم هذه التناكر يعني تطفى البيت يطفى وينتهي ويحترق، وبعد نصف ساعة أو ساعة يلا توصلنا سيارة الأطفاء من مركز المدينة أو من مركز القضاء اللي يبعد أقل شيء يعني المركز 20 أو 25 كيلو متر. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا، أرجع ويا ضيفي المقدم حسام، تعليقك على الكلام اللي نذكر من خلال الفيديو. منطقة الجزر الأربعة هي تقع في محافظة البصرة في منطقة شط العرب تحديدا، ذكروا أهاليها اليوم ماكو سيارات دفاع مدني، يعني توصل السيارة بعد ساعة بعد ما ينتهي الحريق ويمكن الأهالي يموتون، بالتالي هم سبقوا إن ناجدوا مديرية الدفاع المدني وأيضا وزارة الداخلية لكن ماكو استجابة للموضوع، شنو السبب؟ شكرا لك ولي المتحدث في هذا الفيديو. مديرية الدفاع المدني ضمن القياسات اللي بإنشاء أي مركز دفاع مدني ضمن القياسات العالمية كل 50,000 نسمة يتم إنشاء مركز دفاع مدني لهذا العدد. نعم. تعرفين محافظة البصرة محافظة واسعة جدا وهنالك كثير من المناطق السكنية، الأعداد كثيرة والتوسعة السكانية بعد 2013 و2007 كثير من المدن تم إنشائها وتشييدها، تم يعني افتتاح مراكز في هذه المناطق، لكن هذه المنطقة من المسؤول؟ هنا المسؤول هو السيد المحافظ وكذلك القاء المقام، يكون رفع ضمن هم هنالك أكو تعليمات أو توصيات بإنشاء، من أريد أنه أسوي مدينة يكون هناك مثلا إنشاء مدرسة، إنشاء مركز شرطة، إنشاء مركز دفاع مدني. ضمن التصاميم لا يوجد هنالك، احنا تدرين اكو بعض المناطق نشتري قطعة الأرض في سبيل أنه يكون ننشأ مركز دفاع مدني. ليش يعني الدولة ما تعطيكم قطعة الأرض؟ أي ماكو هذا الشيء، يعني نضطر انه تشتري مدير الدفاع المدني قطعه ارض خاطر يتم تشييد مركز دفاع مدني. نعم. الاخ يقول انه لا توجد، صحيح ما يوجد مركز، لكن توجد اكو مفرزه او مركز دفاع مدني بعيد عن هذه المنطقه. هذا المفروض منه اهالي المنطقه من خلال مثلا منبلكم او من خلال التعليمات او الكتب الرسميه. السيد المحافظ البصره يعني اخر فتره اللي صار الحوادث اللي حصلت واعد يعني اوعدنا بان يكون هنالك شراء لعجلات الدفاع المدني. احنا ما نقدر نغطي العراق كله بهذه المراكز وهذه العجلات، كل مركز يحتاج أكثر من 4 عجلات دفاع مدني، هناك عجلتين فرقة أولى فرقة ثانية وتنكر للمياه وفرقة إنقاذ وكذلك حتى إسعاف. هذا الشيء ما يعني كل مراكزنا احنا اكو نقص، نحتاج الى عجلات دفاع مدني. اخر فترة احنا مديرية الدفاع المدني تم استيراد عجلات دفاع مدني في 2010، بعدها لم يتم استيراد لهذه العجلات. شنو السبب؟ ماكو تخصيصات مالية؟ ماكو تخصيصات مالية باعتبار أنه البلد مر بأزمة مالية. نعم. وكذلك كان الجهد لقواتنا الأمنية الأخرى لمحاربة داعش وعصابات داعش الجبانة والمواجهة اللي صارت، يعني كان التوجيه المن لدعم هذه القوات اللي انتصرت. احنا مدير الدفاع المدني اليوم نطالب يعني من خلال
كل وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية أنه دعم هذه المديرية بشرائها لعجلات الدفاع المدني، لأن تقادمت من 2010 لحد هذه اللحظة لم يتم استيراد هذا. وكذلك حتى الطواقم البشرية، يوم رجل الدفاع المدني أعمارهم بين 40 إلى 45، نحتاج إلى أعمار من 18 إلى 20 إلى 25، هذه الأعمار شبابية تكون هامة. رغم هذا الجهد ورغم هذا، لكن مديرية تعطي عطاء كثير وجهد كبير، ويتم إخماد كل الحوادث الحريق. هذا المواطن احنا من خلاله هم كذلك ندعم هذا الشخص بانه يكون هنالك توجيه الى قائم المقام، وكذلك هذا، وهناك حتى تخصيصات في المحافظات، باعتبار انه المحافظه كل محافظه لها تخصيصات. يتم شراء عجله الدفاع المدني من موارد المحافظه. المديرية الدفاع ما تقدر تغطي العراق كله. زين، اذا البصره هي عندها تخصيصات ماليه، بالتالي هي اصلا عاصمه العراق الاقتصاديه، شنو السبب لحد هذا اليوم ما جهزتوا باليات من قبل السيد المحافظ؟ يعني تواصلتوا وياه؟ احنا تواصلنا. نعم. لكن هنالك اكو دوائر اخذت تخصيصات، مثلا الموانئ غير الموانئ، يتم دعمها اكثر من الدفاع. بس الدفاع المدني شيء مهم اليوم. شيء مهم انت جناب شو تقولين، لكن باقي الـ 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 الاشخاص او باقي الساده المدراء ما يهتمون لهذه المديريه، ما يهتمون لاجراءات السلامه. احنا نخلي الدفاع المدني اخر شيء، احنا اهتمينا بالصحه، اهتمينا بالقوات الاخرى، لكن الدفاع المدني اخر من نهتم به. وهذا الشيء يعني هو المفروض نحن الاول، باعتبار كل الدول المتقدمه ينظرون الى رجل السلامه ورجل الدفاع المدني، ينظرون من المنظار الاول، رجل الدوله الاول. نعم. لكل انه هو يرى الخطر ويرى النار ويذهب الى النار في سبيل انقاذ الارواح البشريه والممتلكات العامه والخاصه. نعم. إذا اليوم يعني المفروض من السيد المحافظ أنه يكون أكثر تعاون ويا مديرية الدفاع المدني، بالتالي هي اليوم من أهم المديريات المفروض اللي يكون لها تخصيصات مالية من قبل المحافظة. وأيضا اليوم لأن الكثير من الحوادث خصوصا بمحافظة البصرة دا تنتشر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا اليوم البناء الخاطئ والدوائر اليوم تكون ما ترجع لمديرية الدفاع المدني، بالتالي اليوم ينتشر بها الكثير من الحوادث. أستاذ حسام، مش قد عدد الحوادث يعني شهريا تسجلوها سواء كانت في بغداد وبقية المحافظات؟ احنا النصف الأول من هذا العام 13600 حادث حريق نهاية حزيران، وهسه في تموز 3077 حادث حريق بس تموز، والنصف الأول من هذا العام 13600 حادث حريق. هذا مختلف الحوادث، حوادث هناك عبث اطفال اسبابها، النسبه اعلى نسبه هي نسبه اللي هي 47% هي التماس الكهربائي. لا تقولي شنو ليش التماس الكهربائي، شنو السبب؟ السبب التماس الكهربائي هو تعدد مصادر الطاقه، المولده الاهليه، التحويل من الوطني الى الاهلي، المولده في البيت، المولده الخاصه بالشركه او المصنع. نعم. المخزون الغاز، هناك كثير من الوقود اللي مخزونه اللي هذا، الاحمال اللي على النقاط الكهربائيه، والنقاط الكهربائيه تكون غير بالمستوى المطلوب، باعتبار انه يكون استيرادها من مناشئ غير رصينه، واللي أدي إلى حصول حوادث حريق نتيجة الأحمال الكثيرة على هذا الأجهزة، أجهزة التحويل، وكذلك الأستاك الكهربائي اللي ما تحمل هذه الطاقة الكهربائية، ونحمل إحنا الأجهزة أكثر من طاقتها، والنتيجة وارتفاع درجات أكو عوامل مساعدة لحدوث هذه الحوادث الكبيرة اللي حصلت في الآونة الأخيرة، واللي مدير الدفاع المدني سجلت 47% من هذه هو تماس كهربائي. والمواطن يقول ليش تماس كهربائي؟ هاي الأسباب، الأسباب كثيرة. حول أنا أنسى رب البيت أو صاحبة أو ربة البيت يعرفون الأجهزة الكهربائية تعمل ويخرجون خارج البيت، وإذا كان هناك تحويل من هذا الجهاز ورجع لقى البيت مالته محترق او المحل مالته محترق، او حتى الدائره الحكوميه. انا اكد على الدائره الحكوميه، مرات احنا من بالدوائر الحكوميه الغرف يعفون اجهزه التبريد او الاناره تعمل ويعوف، يروح مثلا ساعه او ساعتين او ثلاث الى مثلا اجتماع، ومن يجي
تعرفين اختلاف التيار الكهربائي احترقت الغرفه، والنتيجه هو خساره انما لهذه المؤسسه الحكوميه وخساره بالاقتصاد العراقي. نعم، اليوم عرفنا عندكم نقص بالاليات وايضا التخصيصات الماليه، هي المفروض من وين تزود؟ تزود من وزاره الداخليه. نعم. يعني هذا الشيء يعني ضمن قسم التخطيط والمتابعه التابع لمديريتنا الى وزاره الداخليه، ويتم تخصيصها ضمن الموازنه اللي هي ضمن وزاره الداخليه، واحنا يعني كان هنالك كل الارقام او الاموال اللي احنا لشراء العجلات، مثل ما قلت لك كان العراق فتره صعبه محاربه داعش، فكانت جهد مسلط المال لاخوتنا في القوات الامنيه في الشرطه الاتحاديه والاجهزه الاخرى التابعه للتدخل السريع، كان تجهيزهم بعجلات والاسلحه والاعتده، لكن هسه احنا باعتبار انه مرينا خلصنا من داعش نحاول انه يكون هناك دعم لمديريتنا، باعتبار مديريتنا من المديريات الخدميه والانسانيه واللي لها دور مهم في الارهاب النار، ارهاب الحرائق، باعتبار الحرائق كثيره خلال هذه الفتره، نحتاج الى دعم لعجلاتنا، عجلات الدفاع المدني، نحتاج الى طواقم بشريه، نحتاج الى متطلبات الدفاع المدني الاخرى اللي هي ماده الفوم، المعدات الاخرى، الاجهزه الاخرى اللي هي اجهزه الانقاذ اللي خاصه بالدفاع المدني، عندنا فرق متخصصه في هم كذلك في الانقاذ، تحتاج الى عجلات كبيره في عمليات الانقاذ مثل الشفلات وغيرها، معدات ثقيله جدا، انه الدفاع المدني هنالك انقاذ خفيف وانقاذ ثقيل، تحتاج الى دعم كذلك، الزوارق النهريه، كل هذه الامور تحتاجها مديريه الدفاع المدني لتقدم خدماتها الانسانيه والخدميه اما لكل المواطنين في بغداد والمحافظات. نعم، زين استاذ حسام، يعني مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، اكيد تحياتنا له من خلال منبر المعتمد، هل قدم اليوم يعني طلب للمحافظين الخاصين بالمحافظات وايضا لوزاره الداخليه يعني بشان النقص الحاصل اليوم بالاليات؟ شيء طبيعي، هذا سيد اللواء كاظم سلمان بوهان قدم هذا المقترح، وقدم كل اللي للسيد وزير الداخلية المحترم ولكل حتى لدولة رئيس الوزراء، حتى هنا كان اكو دعم من دولة رئيس الوزراء بتخصيص بعض الاموال لمدير الدفاع المدني، هم تم صرفها في شراء مادة الفوم وبعض الاجهزة الاخرى اللي تم دعم مدير الدفاع المدني بها، وباعتبار انه اكو عندنا محافظات تحتاج الى عجلات دفاع مدني في الموصل وفي الانبار، واللي سقطت نتيجه يعني عصابات داعش الجبانه. نعم. فتم تجهيز هذه المحافظات، كان تركيزنا على هذه المحافظات تقدم خدمات لكل عوائلنا في الموصل والانبار وصلاح الدين. مدير الدفاع المدني السيد اللواء المحترم قدم مقترح وقدم كل التوصيات وكل الامور اللي من شانها هي دعم هذه المديريه من عجلات وطواقم بشريه وكذلك معدات خاصه بالدفاع المدني. نعم، اهم المشاكل اليوم اللي تعانوها انتم كموظفين، اكيد قدمتوا شهداء وجرحى وضحايا خلال اطفاء الحرائق. مش طبيعي، انا بكل حادث حريق، اذا كان حادث حريق كبير اقدم مصابين، اقدم شهداء، خاصة احنا في شاركنا مع قواتنا الأمنية البطلة في عمليات التحرير في الموصل، قدمنا كثير من الشهداء في عمليات الإنقاذ، يعني ضباط، منتسبين، رجال دفاع مدني، جرحى قدمنا كثير، لكن هذا الشيء هو فداء ونصر لكل قواتنا الأمنية ولكل رجال الدفاع المدني، تأمين الحماية خاصة بالأرواح البشرية وحماية عوائلنا الكريمه في بغداد والمحافظات الشماليه والغربيه والجنوبيه، احنا كل ما نقدمه هو قليل من اجل الحفاظ على هذه الارواح البشريه وعوائلنا الكريمه، ونقدم دمان، احنا مستمرين بهذا العطاء، يعني ما الحمد لله والشكر، رجال ابطال يقدمون الغالي والنفيس من اجل الحفاظ على الارواح البشريه والممتلكات العامه والخاصه. نعم، بالمقابل اكو يعني تثمين لهذه الجهود اللي تقدم؟ اكو تثمين، اكو يعني هنالك من قبل منو؟ من قبل
هناك مؤسس يعني مؤسسه الـ الـ في وزاره الداخليه، نعم، مديريه الشهداء والجرحى، وكذلك هنالك يعني من السيد الوزير المحترم والسيد الوكيل المحترم والسيد الدفاع المدني، كل يعني الجرحى تم، حتى هنالك علاج لهذا بعض الحالات الصعبة، هم أخذنا موافقة السيد الوزير، كان أحد أبطال الدفاع المدني في محافظة الكوت اللي وافق السيد الوزير على يتم علاجه في خارج العراق على نفقة وزارة الداخلية، وكذلك باقي عوائل الشهداء يتم تكريمهم في كل مناسبة، في كل يعني ايام مثلا يوم الدفاع المدني، كل عوائلنا اللي قدمه الشهداء يتم تكريمهم بمبلغ مالي وسلات غذائيه، ومستمرين بالتواصل مع هؤلاء العوائل باعتبار هم قدموا ابنائهم، قدموا فلذت اكفادهم من اجل العراق وحمايه هذه تراب هذا العراق، فاحنا بالمقابل لابد انه نقدر هذه الدماء ونقدر هؤلاء الابطال من خلال التواصل معهم وتقديم الدعم المالي لهم وكذلك الدعم المعنوي لهم. نعم استاذ حسام، من خلال الفيديوهات اللي عرضت حول انجازات الدفاع المدني لاحظنا انه تواجد مدير الدفاع المدني في اغلب الحوادث اليوم اللي حصلت، شنو السبب تواجده اليوم؟ احنا القائد دائما، القائد في كل معركه، القائد يكون هو يرسل رساله لكل يعني اولاد رجال الدفاع المدني، هم يكون من، انا اشوف القائد مالتي في المعركه انا اكون بعد اكثر عطاء، اكثر قوه، اكثر جهد اقدمه في سبيل انه انطي في سبيل انقاذ الارواح، انقاذ الممتلكات، حتى يكون الف الشان. القائد اذا كان مدير عام او ضابط مركز لابد ان تكون هنالك دعم معنوي لرجال الدفاع المدني، فسيد المدير العام المحترم في كل الحوادث تلاحظون من خلال القنوات الفضائية متواجد في الحوادث الكبيرة ويتم قيادة من قبله، وكل رجالنا يقدمون كل الغال والنفيس من أجل حجب يعني حجب هذه الخسائر إلى أدنى حد ممكن وتقليلها وإبعاد النار على كل المباني الأخرى حتى لا يكون هناك خسائر كبيرة. هذا جهد سيد مدير الدفاع المدني له شأن في كل الحوادث الكبيرة التي تحصل في بغداد والمحافظات، يعني مو فقط في بغداد، حتى في المحافظات السيد مدير الدفاع المدني يذهب من أجل يكون هنالك دعم لرجال الدفاع المدني ويكون القيادة جيدة وممتازة في إدارة الحوادث. نعم استاذ حسام، فيما يخص يعني مديرياتكم اليوم منتشرة في أغلب المحافظات ذكرت، لكن اليوم اللي ينقصكم الأدوات ونقص أيضا الكوادر البشرية. اي موجود، احنا مديرياتنا عدا اقليم كردستان، نعم، موجوده المديريات متوزعه ضمن المحافظات، وكذلك مراكزنا اكثر من 226 مركز على الرقعة الجغرافيه في بغداد والمحافظات، تقدم خدمات الاطفاء والانقاذ ومعالجه وكذلك البيئه وفريق السي بي ار ان الاستجابه الوطنيه للحوادث الكيميائيه والبيولوجيه، نعم، وهناك حتى المعالجه اللي هي دور لها مهم، كان دور مهم اريد احب ان اذكر على هذا القسم مهم باعتبار كثير من المناطق تم مسحها وازاله المتساقطات الحربيه وكذلك الالغام وتامين الاراضي اللي تم استخراج النفط منها في السماوه، في الشريط الحدودي، في اواسط وكذا، في العمارة، وكثير من المحافظات اللي كان لها دور هذا القسم مهم في إزالة يعني هذه. يعني أيضا تابع لمديريتكم؟ تابع لمديريتنا قسم معالجة القنابل غير منفلقة، لها دور مهم، وأكو قسم آخر تم استحداثه في عام 2015 هو قسم الاستجابة للحوادث الكيميائية والبيولوجية، نعم، والذرية. هذا القسم أخذ المرتبة الرابعة عالميا بعمليات التطهير وعمليات معالجه اللي حصلت في محافظه، في كركوف، في تازه، في الموصل، في الفلوجه، في انبار، باعتبار انه عصابات داعش استخدمت المواد الكيميائيه
تم تطهيرها من قبل هذا الفريق المتخصص وهذا القسم المتخصص في إجراء عمليات التطهير بصورة وتأمين رجوع العوائل النازحة إلى مناطق سكنهم. نعم، إذا يوم عملكم مو فقط إطفاء الحرائق، إنما هناك مديريات استحدثت بعد عام 2003 هي اليوم من مسؤوليتها أيضا تطهير المناطق. أيضا شفنا لكم دور كبير في جائحة كورونا، يعني ريت لو تذكر لنا مقتطفات حول الموضوع. والله جائحة كورونا كان لنا شأن كبير جدا لأنه مديرية الدفاع المدني كانت المستجيبة الأولى في عمليات التعقيم والتحفير لكل المناطق السكنية بدءا من محافظة النجف باعتبار أول حالة صارت هناك في النجف للمدارس الحوزوية. تم الفريق الاستجابة للحوادث بالتنسيق والتعاون مع الصحة العالمية ووزارة الصحة ووزارة الزراعة بتحفير وتعقيم الأماكن هذه الأماكن اللي انتشرت فيها جائحة كورونا، وفي كركوك وفي كل مناطقنا السكنية استخدمنا عجلات الدفاع المدني، استخدمنا طواقمنا البشرية، استخدمنا المواد اللي أخذنا النسب اللي احنا اعتمدتها مدير الدفاع المدني من قبل وزارة الصحة وكذلك الصحة العالمية ووزارة الصحة. كان لنا دور مهم باعتبار أن وزارة الصحة هم الجيش الأبيض داخل المستشفيات، لكن احنا الجيش الأحمر خارج المستشفيات. هذا اللي كان لنا دور. رجال الدفاع المدني كان لهم دور مهم، وحتى هذه التجربة تم تعميمها من قبل منظمة الحماية المدنية في الدول العربية، وكذلك هذا أخذوا التجربة العراقية باستخدام عجلات الدفاع المدني بعمليات التعقيم والتحفير لكل المناطق السكنية، وكذلك حتى عجلات الدفاع المدني استخدمناها في عمليات نقل المصابين إسنادا إلى وزارة الصحة، وكان لنا دور مهم جدا في هذا الموضوع. نعم استاذ حسام، يعني اليوم اكو ناس تبني من ماده السندويش، وايضا نشوف بعض المؤسسات يعني سواء كانت الصحيه او التربويه تبنى من هاي الماده، اليوم مدى خطورتها؟ خطوره جدا، سؤال مهم جدا. يعني صراحه مدير الدفاع المدني كان اكو توجيه في عام 2013 من مجلس الوزراء الموقر وكذلك ديوان الرقابه الماليه بمنع استيراد هذه الماده ساندويتش بانر، وكذلك حتى الالي كوبوند اللي هو سريع الاشتعال، اذا صار حادث حريق يكون سرعه اشتعال هذه المواد بسرعه سريعه جدا اسرع من البنزين. منعنا استيرادها كان توجيه من مجلس الوزراء وكذلك حتى من قبل ديوان الرقابه الماليه. لكن المواطنين، احنا كانت جائحه كورونا بعض المستشفيات تم انشاء مستشفيات سريعه باعتبار انه كانت الجائحه كثير من المصابين، مما اضطرت وزاره الصحه تشييد هذه المستشفيات حتى استيعاب اكثر عدد من المصابين. بعد ما انتهت الجائحة بس بالتالي صارت حرائق بها، صارت حرائق منعنا تم إزالتها. نعم. هذا، لكن هنالك حتى أكو مواصفات عالمية لاستيراد هذه المادة. التاجر باعتبار أنه هذه المادة رخيصة ويتم تشييد المباني بها، منعنا يعتبر هذه المادة مخالفة لشروط السلامة والدفاع المدني حسب قانون الدفاع المدني ومنعنا استخدامها. لكن المؤسسات الأخرى أو القطاع الخاص منعنا، أزلنا هذا الشيء، بس بعد تعرفين أنه إجراءات تحتاج إلى وقت كثير باعتبار أنه كثير من المباني والمصانع والمخازن التجارية تم تشييدها من هذه المادة. نعم. نحتاج إلى دعم من قبل أمانة بغداد، من قبل الأجهزة الأخرى لإسناد الدفاع المدني بإزالة هذه المواد اللي مخالفة لشروط السلامة والدفاع المدني. نعم أستاذ حسام، رسالتك اليوم لأغلب المؤسسات الحكومية والدوائر؟ هو الرسالة هي واضحة، أنه تطبيق
شروط السلامة والدفاع المدني وتفعيل فرق الدفاع المدني في المؤسسات الحكومية وخفر الدفاع المدني، وكذلك تطبيق التوصيات والإرشادات الخاصة التي تصدرها مديرية الدفاع المدني للقطاع الحكومي والقطاع الخاص بتطبيق كل الشروط وتوفير كل مطافئ الحريق الخاصة بمنظومات الأطفاء، المنظومات المتحسسات الحرائق، كل أبواب الطوارئ، كل الأمور اللي من شأنها هي المحافظة على الأرواح البشرية والممتلكات العامة والخاصة. نعم، رسالتك اليوم للمواطن. المواطن احنا أول شيء أنه أنت تبلغ عن حادث الحريق إذا كان حادث حريق على الرقم 115. وإذا ما رديته شلون بهيك حالة؟ ضروري معرفة رقم الدفاع المدني، ضروري جدا أتصل على 115 حتى أبلغ على الحادث بسرعة، خاطر فرق الدفاع المدني تصل إلى موقع الحادث وأعطي العنوان صحيح وأعطي أقرب نقطة دالة حتى تصل فرق الدفاع المدني لأجل أول شيء إنقاذ الأرواح البشرية وكذلك تقليل نسبة الخسائر إلى أدنى حد ممكن. نعم، احنا ولازم يتصلون أكثر من مرة، مو مرة واحدة. اليوم يعني أكو أرقام بديلة أيضا. بالضبط هذا الشيء. يعني المفروض هاي الأرقام اليوم يصير تعاون ما بين اليوم إعلام الدفاع المدني وبقية القنوات تعرض على الشاشات. هو هذا يعني صحيح اللي احنا دائما يعني القنوات الفضائية مشكورة. نعم. يعني ضمن الشريط اللي خاص بالأخبار أو هذا يتم ذكر رقم الدفاع المدني وكيفية الاتصال على سلطة الدفاع المدني 115. نعم، المقدم حسام حمدان إعلام الدفاع المدني، شكرا جزيلا لك وشكرا للمعلومات القيمة، تحياتنا لك وتحياتنا للجنود اليوم العاملين في الدفاع المدني، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تضروني من غد إن شاء الله حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد، تحياتي لكم وتحيات كادر العمل جميعا، إلى اللقاء.